ما كنتش نتصور رجلي غير الحيده، معمره ما كانت لي على البال، والحمد لله عطاها الله بغاها الله اداها الله. لا ما كاينش غير بديتك وسلمى. انا مي عناتي الا بغيت نغسل المرا كانت تنبي غدا كنقحص في الارض الفقصه ديال ولدي، راه كنقولها وكنعاودها. جا طلع لي ومشى ما بقاش جا. هذيك هي هذيك هي اللي فاش هزيت انايا الدقه ديالي. البيت عندي منه طواليط، عنده منه فين نسكن، عنده فين ناكل، ولكن راه غدا ولا بعد غدا وليدي راه غادي نخرج منه. راه مولا الدار ما رحمانيش على الكره. مشاهدي قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم. دائما في إطار تتبعنا الحالات الإنسانية والاجتماعية، اليوم لبينا الطلب ديال أمي فاتحة. أمي فاتحة اللي كتعاني في صمت، كتعاني لوحدها، يعني ما كاينش شي معين ليها، ما كاينش شي واحد اللي يعاونها. أمي فاتحة قطعات الرجيله ديالها، مابقاتش كتقدر تمشى ولا تباركه غير في الدار، ما كاينش اللي يعاونها، ما كاينش اللي يدخلها، لا الخبيزه لا كاس ديال لا حليبه لا خضره لا والو. اليوم جينا عند مي فاتحه باش تعاود لكم المعاناه ديالها. مي فاتحه السلام عليكم. السلام عليكم. خينا نشد لك الميكرو، عاودي لنا كيفاش في الاول جاك الخبر ديال تقطع رجلها ديالها. في الاول انا ما كنسحبش رجلي، كنسحبها مفدوعه عليا، عانيت بها واحد السيمانه ولا بعد 15 يوم. ومني مشيت للمنصور هزوني الميريزكو، سمعت عندي القطيع، صافي عانيت هي هذيك. وقفوا معايا الناس واحد شويه العائله وقطعت رجليا وجيت محالي. دابا ارتحت مع عقلي. سمحي لنا امي فاتحه، قبل ما تقطعي الرجيله ديالك كيفاش كنتي كتعاني؟ شنو الاحساس اللي كنتي كتحسي به؟ شنو هو نوع الالام؟ شنو الصداع؟ ما كتخلينيش نعس، وما لقيتش اللي يوقف معايا الواقف هو الله. وكان بس كنغوت وانا كنسحب المره الاولى مفدوعه عليا وانا مقصحه فيها. ما كنتش نتصور رجلي غير الحيده، معمره ما كانت لي على البال، والحمد لله عطاها الله بغاها الله اداها الله. نهار كاع سمعت عندي القطع في ميريزكو في العشيه، الله سبحانه وتعالى عطاني واحد القوه من عنده، استغفرته وحمدته وشكرته بغاها اداها. مازال العائله بقات كتبكي وداك الشيء وهذا، ولكن انا ربي عطاني الصبر من عنده، عطاني ربي الصبر من عنده. هذا الشيء اللي كاين وليدي الحمد لله. ودابا انا راه كنعاني بوحدي، ما عنديش اللي مد ليا تا كويس الماء، ما عنديش يجيب ليا تا خبيزه، ما عنديش اللي كيخدم عليا. وليت من الدار كنخرج برا كنمد يديا باش كنجيب خبيزه وناكلها ولا. ودابا مجموع عليا الكرم، عندي ما ندير. غدا ولا بعد غدا غنكون خارج. سمح لي امي فاتحه، قول لي يعني ملي جاك الخبر ديال باش تقطعي الرجيله ديالك، كيفاش بعدا؟ علاش؟ شنو هو السبب اللي خلاك بعدا تقطعي الرجيله ديالك؟ السبب اللي خلاني نقطع الرجيله ديالي الفقصه. انا ما كنتش راسي عارفه عندي السكر، وتوشى ليا عرق في صبعي الكبير هو باش بدا ليا فيه المرض، وانا كنسحب غير رجلي مفدوعه ليا. وهذا ما ظنيتش انا رجلي اليوم ولا غدا غنحيد رجليا، كلشي عند الله سبحانه وتعالى. الفقصه ديال ولدي راه كنقولها وكنعاودها. جا طلع ليا ومشى ما بقاش جا. هذيك هي اللي فاش هزيت انايا الدقه ديالي الفقصه باش حيدت رجلي يا وليدي. لقيت راسي عندي السكر، وجاو ليا العرق في رجليا، وليت قاطعه رجليا من فوق الركبه. ودابا راه ما عندي لا حنين لا رحيم الا الله سبحانه وتعالى. واخا سمحي لي، كيفاش جا عندك الابن وكان هو السبب ديالك؟ ولدي جا عندي بغى يعرفني، حيت بقى عند باه مني كانت عنده 3 سنين، ومني كبر وصل 14 عام على ما التعاويذ اللي عاود ليا كيقول العنوزتين مجداه مولي مربيه، كيقول لها ديري عند ماما نشوفها عاد صويرتي، كيشوف عاد صاوري هذيك اللي عارفني في التصاور. كتقول يقول ليها ديري عند ماما نشوفها، كتقول لي ماما راه فاعله تاركه هي اللي هربات عليا. وتوصل 22 عام ولا 23 عام وخدام وداك الشيء، عاد قال لها والو باغا نشوف ماما. تبزز عليها هو باش غادي يجي هو يطلع على ماما ويشوفها. مني جا عندنا وليدي شي سيمانه معايا، صافي مشى كان كيعيط ليا في التليفون، ولا صافي التليفون ديالو راه ديك راه مابقاش خدام. كنسولو غير الطاهر عليه، حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول لك وليدي.
ونهار دخلت لوبيطان حيد رجلتي وداك الشيء، ولد اختي من فرنسا عيط لصحابه وقال لهم شوفوا انا شتو امجد، قول لي راه ماما كان في لوبيطان داير العمليه على رجليها وما جاوبوش، ما جاوبوش شي حاجه. انا كنبقى نعاود هادشي كنتخنق ما كنصبرش باش كنعاود هادشي اللي كاين وبديتي. واخا لقونا من بعد العمليه، يعني كيف ولات الحياه ديالك من بعد ما درتي العمليه وقطعتي رجليك؟ مني حدرت العمليه وقطعت رجلتي ولات واحد العيشه كنعيشها ماشي فاتحه اللي كانت. كنت كنخدم، كنمشي عند العيرات كندير الميناج، كتجيني الخدمه في القاعه نمشي نغسل المواعنات، المهم كنجيب القوت ديالي باش ناكل، كنجيب باش نخلص كرايه، كنجيب عيشه الحمد لله. ومني قطعت رجلتي راه ما عندي لا حول ولا رحم الا الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين وليدي. باش كطالبي دابا امي فاتحه، شنو الطلب ديالك من المغاربه؟ حدك انا كنطلب من الله ومن المحسنين ومن وليداتي يوقفوا معايا، كنطلب انايا يوقفوا معايا عف رجيله، راه ما عنديش اللي كيمد ليا كاس الماء، يوقفوا معايا باش نعيش وباش نخلص كرايه، ويتعاونوا معايا كاع وليداتي يتعاونوا معايا، يتعاونوا مع اميمتهم. هادشي اللي كنطلب ما عندي باش نعيش، والصحيحه اللي كنت كنخدم بيها راه ما بقاتش وليدي، ما بقاش الصحيحه اللي كنت كنخدم بيها. انا راه مني جيت وعدي وغنحل عليكم الباب، راه مشيت على رجيله وحدك غنطيح، ما بقاش عندي الصحيحه. يعني امي فاتحه دابا انت في المنزل ديالك ما معك حتى شي واحد، انت ساكنه بوحدك في هذا البيت هذا اللي كارياه، كيفاش كتقدري تاكلي تنوضي طيبي؟ كيفاش شنو كديري؟ كنوض وليدي كنبرك في الارض، كنتمي غاده مقربه واحد البلاكار حدايا وديك البيطه الصغيره، وكنحل المجر وكنحط هذا وكنعيط على الجيران. بعد المره الدريه تخرج ليا السطله كندير فيها كل شيء، ما كنمشي لا للطواليط لا والو، البيت عندي منه طواليط، عنده منه فين نسكن، عنده فين ناكل. ولكن راه غدا ولا بعد غدا وليدي راه غادي نخرج منه، راه مولا الدار ما رحمانيش على الكره، ما رحمانيش وليدي. قالت لي انا ما عندي ما ندير لك، هادي دار الوراثه. قالت لي ما عندي ما ندير لك، وفعلا ما اش غنقول لك وليدي، الله يسخر القلوب عليا. الماكله راه نمشي على رجلي نمشي باركه هكا، كويس الماء نمشي باركه هكا بوحدي لا حول ولا قوة الا بالله. علاش انا كنطلب من الله ومن المحسنين ومن قلوب الرحمه يوقفوا معايا بديك الرجيله؟ راه ما عنديش اللي كيمد ليا تكويس الماء، وين درت ديك الرجيله؟ راه ولدي جمع حويجات انا ونبر قدام الباب ترزق الله، انا ندير طوايب لا ونخرج ونترزق الله، كون لقيت نبيع ونشري كون لقيت هذا، راه ما عنديش اوليدي، عندي الله، عندي الله سبحانه وتعالى. شي حاجه تنايا نبيعها، تنايا نبيعها اللي قسمتي ربي، تنايا نجيب عخويزتي وكنمد يديا في الزنقه، راه ما كانت ماشي ديالي ولكن بغاها الله، بغاها الله سبحانه وتعالى. يعني كتمنى يا امي فاتحه حتى انت محسنين تعاونوا معاك بشي رجيله حتى تولي تمشى وتخرجي؟ كنطلبهم يتعاونوا معايا بشي رجيله ونولي تنا نتمشى وتنا ندير شي حويجات نبيعهم، وتنا ندور نبيع نجيب عما ناكل باش تخلص عكريتي انايا، نتحرك. دابا راه والو، دابا راه ما كنقدر ندير حتى شي حاجه، شي حاجه وليدي راه ما كنقدر نديرها، والو والو. قبيله راه خرجت منك قدام الباب، دازت واحد المراه خدات ليا جوج خبيزات، واحد الراجل خدا ليا شويه دجاج، رانا كحزتهم في داك الطويجين كاع ما قدرت، مع داك الفقصر كاع ما قدرت ناكل، ما درت شي حاجه، كلشي كنديرو لراسي. عاد باش كنوض بواحد المشقه، هاد اليدين ديالي ولاو كيضروني، كنتكا ونشد هنايا على الطابله، طحت بها تهرسات طحت على جهه الجن، كنطيح وكنوض اش غندير؟ بغاها الله سبحانه وتعالى. وانا كنطلب من الله ومن المحسنين يوقفوا معايا بهاد الرجيله، الا وقفوا معايا في هاد الرجيله راه داروا اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. تانا الوليد تمشي شويه، واخا نخدع بيها، واخا نوكي، واخا نبوي مع رجيله، عاد نوقف، انا وقفت انايا نمشي لبطن نجيب حويجات تانا ونحط نجيب قاوتي، راه ما عندي لا حنين لا رحيم، راه ما كاينش وليدي يجيب لي تخبيزه، راه ما كاينش كيف ديال تكويس الماء، راه مي عناتي الا بغيت نغسل الماء كنتمي غدا كنقحز في الارض، في الارض وليدي كنقحز، باش غنهزو فوق لابابو راه ما غنقدرش نهزو فوق لابابو. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. على كل حال مشاهدينا الكرام، يعني كيف ما شفتوا امي فاتحه كتعاني في الصمت، يعني
ما حيت المسكن اللي ساكنه فيه كتعاني، ما حيت الصحه ديالها، ما حيت العائله، يعني كتعاني واحد المعاناه اللي قويه وقويه بزاف. مفاتيح الطلب ديالها هو رجيلها، يعني باغا شي محسنه ولا شي محسن اللي تعاون معاه يدير لها غير رجيلها ديالها، هي تخرج تخدم وهي تعول على راسها. اذا الحاله بصراحه الحاله صعيبه وصعيبه بزاف. مشاهدينا الكرام تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.